ذهب وعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. جيناكم جبنا سهرتنا كل مرة فيها فنان، والأحلى تبقى لمتنا، والبسمة دوم رسالتنا في سهرتنا في رمضان، تفرح دولتنا غايتنا والكل في سهرة فرحان. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم بخير، سنة طيبين ورمضان مبارك على الجميع. نتلاقى معاكم جديد في حلقة من حلقات سهرتنا على الهواء مباشرة من قناة تي بي الحدث. كل يوم من الأيام شهر رمضان مبارك، نتواصل معاكم بأجواءنا الفنية، أجواءنا التراثية، أجواءنا الشعبية، وأجواءنا لأرعى ما يكون بكم وبضيوفنا الكرام. حلقة من حلقاتنا نعيش مع بعضنا أجواءنا اللي من داخل مخارج مدينة بنغازي مع زميلنا عواض البرغي، سواء كان داخل المدينة أو خارج المدينة، وأكيد فقرتنا الأساسية وهي سؤال حلقتنا. لكن بداية نقدم شكر خاص جدا لشركة الشاهين للصالونات في طريق الهواري على الصالون، على الديكور الجميل، ونشكر أكيد حلواني لارين في منطقة الليثي شارع الحجاز، وشكر خاص جدا لشركة ألوان للزهور والنباتات الزينة في منطقة الفيهات بجانب مستشفى الأطفال. حلقتنا اليوم كيف ما تعودنا كل يوم من أيامنا يكون عندنا أجواء شعبية رائعة، يكون في أجواء نغيره من خلالها على شاشتنا، أجواء كل ما يشاهد فينا في جميع ربوع الوطن. كانوا ضيوفنا من الفن الشعبي، كانوا ضيوفنا من فنانين كرامة، كانوا ضيوفنا من الممثلين، لكن اليوم ضيوفنا تميزوا بشيء وحيد جدا ما فيش حد قدر ان هم ينافسهم في هالشيء. وصلوا بالعزيمة، وصلوا بالإبداع، وصلوا بالأداء الرائع، ووصلوا بتواضعهم لأروع ما يكون. لما نقول الذكرى معناها ذكرى بنغازي، لما نقول أجوانا التراثية أكيد تخطر في عقلنا الذكرى والزماعة. اليوم ضيوفي هي فرقة ذكرى بنغازي بإدارة خويا صالح المشي. صلاح صالح وصلاح صلاح صالح، اهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير. والحجر مرحبتين بك عزيزك، سنة طيبين ان شاء الله. نورتنا اليوم، احنا عندنا صالح وصلاح ما شاء الله. اي نعم، ربي يحفظكم ان شاء الله. تحيه كذا كل الشباب، ربي يحفظكم، منورين اليوم. اخويا صالح المشي اكيد نورتنا اليوم، ومشكورين على تبيتكم الدعوه في سهرتنا. سعد ماك استاذ حميده، ونحب ان نمسي على جميع الليبيين وبنغازي بالأخص، ونهني قناة ليبيا أولا، ليبيا الحدث، معلش ليبيا الحدث هي أولا، هي أولا كان الزمان ليبيا الحدث، ونهني جميع الكادر اللي فيها كلهم. ونحن تشرفوا بقعدتنا معكم أنا بصراحة. اليوم مصلوحة ما شاء الله معاك الفريق الرائع جدا، عندنا اثنين مشاي، عندنا ثلاثة مشاي اليوم، صلي عنا ثلاثة إن شاء الله. لو تعرفنا مصلوحة على فريق العمل اللي معاك وكل واحد وال وال والآلة اللي عنده. طبعا الأستاذ رفيق بن حريز، هذا من مؤسسين الذكرى معي بصراحة، يعني من بديت في الذكرى يعني بصراحة أعطاني حافز ويا وخدم معايا يعني وقعد معايا فترة طويلة. الظهر الاولي، الظهر الاولي هو اله الدف يعني. الدف ايوه، وعندك صلاح المشي ابن عمتي طبعا، ربي يحفظه، هو اله دبوك التمر طبعا. دبوك التمر تعرف يعني العازفين عليه مش واجدين يعني. قله يعني تروح شعبي، انتم متميزين بها في طلبتكم، فهي ضروري تكون حاضره مع الذكرى يعني. شيء يكمل بعضه، يكمل بعضه ايوه. وعندك عامر ميلاد اللي هو على اله الدف، كيف الرق يعني، دف الرق واحد هو. تمام. وعبد الله مشاي حتى وعائلته طبلة معي حتى هو، فيعني ما قصروش معي بصراحة يعني، ربي يحفظك. فكنا في البداية تعب يعني باش نكلم فيه وباش يجوني وباش نعدد المناسبات، وكنا نحن في أي حاجة يعني، كان وين يعني يكون الفرحة قاعدة فرقة مشاي قاعدة. أي نعم، أي نعم صح. كم صلوح مع بعض كان فريق الجميل؟ والله بالنسبة لي أنا، والله بالنسبة للذكرى لا، كفرقتكم أنتم، أنت ما شاء الله عليك قديم، أسلمك ربي يطول في عمرك. بس يعني مع بعضكم التيم هذا كم والله حاجة ثلاث سنين أو فوق ثلاث سنين تقريبا، هي ثلاث سنين بدأت تبان يعني، فهي كانت الذكرى كانت في بنغازي يعني معدومة شوية، مش قصدي يعني، قصدي كانت مش واخدة حقها، ومش واخدة حقها بالضبط أيوه. فطبعا أنا كنت مزمار اللي هو المزمار العادي، فجيت التجأت الذكرى فشفت كيف موضوعها، طبعا هي قريبة من الزمارة العادية يعني. جميل. فجيت بديت فيها وكلمت الشباب معايا بحكم أنهم عندهم خبرة شوية وعارفينها وكانوا يسمعوا فيها ويحبوها، هو تراث شعبي قديم أصلا هو.
وتمتاز به المنطقه الغربيه بصراحه يعني في ليبيا وجوا ليبيا يعني كل ليبيين احنا كنا ليبيين ايوه. فنحن جينا هنا وحيناه هنا الحمد لله وقعدت ماشي ما شاء الله تبارك الله من ربي فضل من رب العالمين. جميل. لو حكينا علي صالح بداياتك في الزماره الصغيره لو الكيو اي نعم انت بديت فيها المزمار الصغير هذه وين هذه قصه وسهرايه تبي لها تبي لها ثلاث ايام هذه سهرتنا كامله سهرتنا كامله هذه من انا من 89 ما شاء الله يعني انا كنت من كنت شاب عمري 14 سنه كنت نازل عليها ودخلت كنت في الزوايا وكنت علي من علي من تربيت فيها الذكرى ومن اللي كان بدايه خشتك لها والله الفضل يعود الناس واجده علي بس ما نذكر من ونخلي من يعني لكن هي آلة المزمار هذه بالضبط يعني المزمار خليني في المزمار تو انا بديت المزمار قبل تمام يعني من 89 كنت انا شاب عمر اي شاب كنت عيل ما شاء الله 14 سنه يعني في عز الشباب ايوه في عز الشباب فيعني والحمد لله قعدت يعني اتماس فيها ونحبها كنت نسمع في العازفين كلهم نحب نسمعهم نحب نسمع من هذا كنت نسمع في الاستاذ فتحي الماطي نسمع في مثل مهدي الطشاني بعدين التجأت ايش بعد فتره يعني في نهايه التسعينات تقريبا 98 تعرفت على اخوي رفيق هذا تعرفنا على بعضنا وكنا في الفن الشعبي مع بعضنا قعدت نسمع في جماعه كيف الشيب عبد الله كيف مصطفى الحمري كيف مجموعه عازفين شنو عبد الله؟ منو؟ الطشاني فكنت شنو يعني نحب نسمعهم فالحمد لله انطلقت الرقم تاعي بدات وانضميت بدات الرقم تاعي من قول بدات نبان في الساحه يعني من صدق يعني من 2001 2002 هكي قعدت ان شاء الله شاركت مع فنانين ليبيين ومع فنانين غير ليبيين يا سلام واجد واجد الحمد لله فضل من ربي كل على الزماره الصغيره كنت في الاول هي زمارتنا العاديه زمارة عادية بتاعتنا بالضبط زمارة عادية اشتغلت مع اسماء انت كيف لطيفه كيف اشتغلت مع لطيفه في النجاح واشتغلت مع حسن مناع اشتغلت مع والله ايش متذكر لك كانت عند في الاستوديو عند الاستاذ ناصف محمود اشتغلت مع يعني طبعا خرج يضم ايوه وخاطي الفنانين الشعبيين هم طبعا حدد فرح حرج يعني ما شاء الله بدا مطرق الزين الحياه حميده ابو نقطه شنو تبي يعني محمود الشبلي احمد خليل مش عارف من جميع الفنانين الشعبيين اشتغلت معهم الحمد لله يعني كل اصحابي واصدقائي ونحب ديما اخدم معهم معهم بالزماره اي نعم لولا تمام كفرقه الذكرى تو الزماره سهله مثلا حد مثلا عنده من الفنانين الشعبيين عنده حفله صالح تعال نبيك معي اكيد تجيب زمارتك بروحك اكيد بس كيف يتم استدعائكم كفرقه ذكرى يعني من اللي اكثر من الناس مثلا تحس ان هم متعاونين في الموضوع هذا او يبوا موضوع الذكرى؟ موضوع الذكرى يعني اغلبيه الناس اكثر الناس افراح في الافراح بالذات في الافراح خدمنا في البيضه خدمنا في طبرك بنغازي هذه ما تدويش عليها يعني اكيد في المناسبات نشوف الافراح دخلت عريس مثلا يبدو غير غنايه ولا لا لا مجموعه معايا ضم ما شاء الله يا سلام يقولوا في اجواء الذكرى تعرف الذكرى ضروري يكون فيها اجواء جماعيه حماسيه جماعيه الشغل بتاعها جماعي يعني مجموعه اربع خمسه انفار يقدروا يقولوا معك في ابيات وترد عليهم انت بالذكرى طبعا جميل حلو انتم قلتوا بتسخنوا قبل ما نبدا فتو احنا شوي مع صاحبي حنخش وحنسخن مع بعضنا نعم سخن موضوعك علي ما بدينا سخن ولا رازك لو تو مثلا انت كويس قلت لي أن يتم فيها مثلا كيف في 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 حفلاتكم يعني الاجواء هل الناس مثلا تعامل تعاون معك بتلقى الناس فرحانه مثلا بالاجواء اكيد اكيد ما شاء الله يعني كما نقول بالامي يهيجوا معك ولا يقول لك يا سلام تصور انا مره جيت في 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 مناسبه السياق السياق طبعا فرح الناس فرحانين باولادهم جينا غادي طلعت لنا وليه كبيره عزوز كبيره جميل. يعني اقسم بالله من الفرحه بتاعتها انا والله يعني سمعت يعني الذكرى سمعت الذكرى والله طلعت تعزك في السهر وتعزك في الحلويات ويا وليدي الله يبارك فيك ومش يعني انا بصراحه يعني تريحت وفرحت يعني شيء يعني شيء يعطيك يعني حافز في مناسبه حلو. عندهم في وقت نحن احيانا المناسبه بتاعتهم يعني فكانت قمه الروعه بصراحه جميل. يعني تو انتم حيونا معنا سهرتنا ما عندك شيء نبدا باول وصله معنا اليوم توكلوا على الله هاي هاي شباب حاضر نبدأ البادي Thank you.
خطره بالزاد ما شاء الله عليك ربي يعطيك الصحه ما شاء الله عليك يا فريق خذ المايك توصاح ريحوا شوي قلت لك عندنا حتى في مازال عندنا ناقصه طبل عرفت وعندنا الباز عندنا ظرف عندنا اثنين ظرف على اساس ان اليوم ما جوش بعنا عرفت ان هي الفرقه تكتمل من خمسة او ستة ما شاء الله انتوا اربعه خاطر خاطر اثنين اخرى عندنا معنا بالفرقه الذكرى قول لي انت انضميت معاهم في الفريق او في الفرقه في فرقه الذكرى انا ممكن شنو نقول لك يعني من بدايه المؤسسين يعني فرقه الذكرى ما شاء الله يعني من المؤسسين انا اعتبر حتى انا كيف تواصلت مع اخي صالح من المؤسسين يعني صالح ما شاء الله عليه كيف تواصلت معاهم او كيف جت والله هي فكره كانت كمبدئي من صالح عرفت انه شاف الموضوع هذا وانه حس انه ناقص بنغازي ما فيش وقال نبدأ بشكل فرقه ذكرى وفرقه جديده وش رايكم واقترح علينا الموضوع هذا قلنا نحن ما عندناش مشكله هذا تراثنا وتراث الليبي وتراثنا يعني من يعني شن مش تراث من اللي احنا تربينا عليه واللي ما عندناش ماضي ما عندناش حاضر ايوه وانتم ما شاء الله يعني حلو ان احنا تو نلقوا ان في شباب جدد في تراثنا ومازال راهو عندنا ممكن حاجه اخرى في فرقه ذكرى ممكن هتشوفوه ان شاء الله
جميل ما شاء الله. بعد رمضان بعد العيد إن شاء الله في حاجات لمسات للفرقة بلبس آخر وبرونق أخرى ومعدات جديدة أخرى عرفت ممكن هنخلوها توها كي مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هتشوفوها في قناة الحدث عندكم مفاجأة. بإذن الله. عبد الله شو حالك عبودة؟ أعطيني المايك عبد الله نهزم معه شوية. شخبارك عبد الله المشي؟ يسلمك الحمد لله. الله يعطيك الصحة. قولي لما انضم أنت خوت ولا ابن عم؟ صالح وصلاح خوت ما شاء الله عليك ولد عمكم قاعد كان في النص ربي يحفظكم ان شاء الله كيف انت يعني خذت مع اخوك ما شاء الله يعني من الاسماء اللامعه تو المشايخ نصلي على النبي يعني ربي يحفظكم كيف شفت انت لما يعني مع الناس مع اصحابك لما تقعد انت مثلا في جلسه في قاعدين في حفله قاعدين في فرح قاعدين في مناسبه في مثلا صارت معك مره مثلا ما لقيتش ناس متجاوبة معاك وانت قاعدين سخنين وقاعدين عطين كلمة عندك وتلقى اللي قاعدين معاك راقدين مش منسجمين صارت معاك الأجواء هذينا ولا قليلة شوي ها يعني قليلة شوي كيف يكون رد فعلك معهم والله يا اندمجنا معهم لسنتهم الحمد لله مروح لك سنة انت معهم لسنة مروح فين خشت معايا صلى الله من زمان لكن ها لكن هذا وانكرنا عزم لكم هذا اندمجنا لقيت لي البندير والله البندير ربي يحفظه ان شاء الله الله يسلمك يا ردوا لاولاد عم شنو صلاح التمر نعم صلاح التمر حاج التمر شو اخبارك صليع مرحبتين دربوك التمره ما عندناش واجد احنا نعم هي اصلا من الجنوب صح؟ لا هذه دربوك التمر هذه دربوك التمر هذه كانت توجد هي وصنعها والاصل هي في غريان وفي زليتن الجهه الغربيه عاده عرفت طبعا عندنا هنا ما هيك ما مش واجد يعني مش واجد لا ممكن يجيبوه نجيبك الفتره تحب تلقاها على فكره والله والله انت جبتها المغرب يجي فيه لكن اخيرا فيها انا تو كان نبي قعدت ندز في طلبيات نطلب طلب وغادي باش يجيبوا لي هي حلو انكم جبتوا يعني كيف حنقولوا الحاجه الغربيه في الشرق والشرقيه في الغرب تروح مثلا احنا في الشرق معروفين ديما بالغيطه صح الغيطه معروفه ان اكثر الاشياء الشعبيه والمرسكاوي بس حتى الغرب فيه مرسكاوي عندنا بس مش كيف المرسكاوي اللي عندنا وممكن هم عندهم غادي الذكرى يعني احنا غيطه هم ذكرى فالحلو انكم انتم جبتوا الذكرى هن ان شاء الله الغيطه هتجيب غادي مش فيها لان هذين يا استاذ محمد هذين حاجه التراث الليبي هذا عرفت هذا التراث الليبي يعني وحاجه كما تقول الذكرى يعني في الجهه الشرقيه عرفت ما فيش يعني ما ممكن حتى في اللي ما يعرفهاش بكر فهمت يحقوا فيها ممكن في التلفزيون ممكن يسمعوا في صوت يقولوا هذا صوت شنو ايوه مش عارفينها يعني نحن هنا تو يعني هي بدايتنا انا وصالح وعامر يعني كانت بدايتنا فيها الذكرى دي يعني الحمد لله ومشينا بها ومرنا تمام يعني حتى الناس اللي يسمعها يحبها عرفت ينسجم معها يعني هيك ينسجم ويفرح ويقول يا اخي التراث الليبي هذا هكي وبيحزتوها زيدونا وبارك الله فيكم انت ليش اخترت دربوك التمر؟ والله ايش نقول لك يعني انا ممكن عندك دربوك التمر عندك لقاع دف اي اله هي لكنها تريحت لها يعني هكي نغمتها حلوه حلو النغمه نتاعها تعيشك عجبتني لو انتم مثلا في الالات تبدلوا مثلا بيناتكم لو كان في نقص او حاجه ولا كل واحد ملزم بالته؟ اي عادي هيك وهيك يعني على حسب مرات هيك تنقص اله تنقص لي نغيره يعني حلو بينكم على مع مع رفيق الدرب لصالح المشي بورفيق هذا بورفيق اسمه رفيق مش غير بورفيق مش غير بورفيق ربي يفرجكم لك صديم متحمل مع صالح غازي والله لك قول لي متى نعرف 98 ما شاء الله البداية واحدة مع بعضنا حلو البداية كانت صعبة هي لكن الحمد لله ربي وفقنا والحمد لله هو فرقة ونخدم من بعضنا هي ديما البداية تقعد فيها تلقى حياة وجدتي عطلنا ممكن حتى تكرهك في الخدمة يا ما يصير شو الحياة اللي جانك يا رفيق ولا تسكت وفي بداية شغل كم التحطيم اللي صار لك انت ممكن قلت انا كان فوتها بك الحرف هذا والله شو نقول لك ما اللقب اكثر من شكيرة في اللي هبطك ما تجيكش نيه حتى تدربك مره في حفله تخش الاجواء بروح انا تتحقق انت ما تجيكش نيه حتى تعزف وفي اجواء تخش تلقى الناس يهتموا بيك ويحترموك ويقدروا في الفن الليبي والفن الشعبي بالذات تاع بنغازي بتاعنا نحن وفي اللي ما يقدركش من اي ناحيه قصدك ما ينسجمش للجو ولا تاع اللي يعني تلقاه اعطيها الروح اعطيها الروح كيما تقول ندير حفله باش ننتبه بها ولا عزب فلان دار حفله انا ندير كيفها وندير احسن منه وهي اصعب حاجه انك تجي لك ما تلقاش قدرك هذه تطيل لك النيه ان شاء الله يعني بعيدا عن موضوع الماديات بعيدا عن موضوع انك انت بالذات تكون مثلا حفله في مكان بعيد
صح. وانتم باش تلموا بعضكم وباش تلبسوا باش تعدوا تمشي غير تلقى واحد ما يقدركش. لا تنتي ما اني صالح ديما من هنا قرب واحد ديما بعضنا في الحلوه والمره. يعني اتي برا بنغازي ما نمشي مثلا يعني مشينا وين مشينا صالح مشينا درنا طبرق البيضاء مشينا حتى المصراته. تجي تلقى الاجواء يحطوك في خيمه برا. خيمه الفنان تطير له. اللي يعرف يعزف اللي يعرف يقول اللي يسمع روحه في شي يقول. خيمه مش كيف. فهمت فيعني لما مجرب نحكوا الخيمه نعرفوهم من الشهر ومن الفن. طبعا انا الالتي الدف هذه طبعا انا هوايه من صغير ما شاء الله. يقول لك العرق يضرب. انا جدي الشيخ حماد طه بن حريز الشيخ مدينه وبوية وكل جمعه يجيبوا فيه كانوا في الراديو الساعه 12 الظهر والحمد لله. حريص الحمد لله. اه شيخ مدينه نبويه قديم شكل. فالعرق يضرب قالوا عرفت. خلاص تربيت على الناس هذا. من زمان انا ما فيش دف وما فيش سنين بواحنا نجيبوا في جرد ونديروا ياما درنا. تخترع اي حاجه من حاجه انك تقعد. تسمع رنه البندير السمحه. ما شاء الله. والحمد لله ربي توفق توفق ان شاء الله. يا رب اللهم ان شاء الله ربي يهدي البلاد بس. اللهم امين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله فيكم. اللهم امين. حنعاود نقاشنا معاكم مازال مستمر وصلتنا معاكم مازالت احلى باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مع بعضنا نمشي نشوفوا تقرير حلقتنا اليوم لتقرير اليوم لاحد الرعاه في برنامج صارتنا هو محل الطفل المميز. يقول الف مبروك لاخوي محمد الحداد على افتتاح الفرع الثاني في شارع فينيسيا. كاميرا محمد الشيخي كانت موجوده داخل الاحتفاليه وغطينا اجواء الاحتفاليه. مبغى نشوفوا هالتقرير ونعاود في صارتنا. خلوكم معنا. لأن رمضان يجمعنا
لأن رمضان يجمعنا. تحية كبيرة لأخويا محمد الحداد وألف ألف ألف اليوم مبروك على افتتاح محل الطفل المميز في شارع فينيسيا. هذا هو الفرع الثاني، ومحمد أكيد من أحد رعاة برنامجنا فمباركولا، وإن شاء الله بيكون هالمحل مليان بالخير وربي يبارك له في رزقه بإذن الله تعالى. أكيد محل الطفل المميز يعطي فيه هدايا يومية في سؤال الحلقة، أكيد رح تكون معنا بعدين حنشوفوها. وتو بعضنا نعاودوا لفرقة ذكرة بنغازي بداية صالح مشي والشباب العالم، إن شاء الله عليكم كلكم ربي يحفظكم شباب. صالح تو احنا بدري خذينا وصلة ذكرى. نعم تمام. تو قلت لي حناخذوا وصلت الزمار. المزمار. المزمار. المزمار هو المزمار العادي. المزمار العادي ايوه المزمار العادي هو هذا اللي بديت فيه انا. قصتي كلها هذا الاساس. الاساس قصتي كلها في المزمار هذا. جميل. ايوه. شو بتسمعنا منه الزمار؟ والله تسمع منه اي حاجه. في المزمار يفترق طبعا، في زمار يقول الدرنويه نحن. نعم. عندنا مسميات نحن نقول الدرنويه وكذا، احنا فين طبعا درجات، وفين طبعا هي كسلوا موسيقى تخش على الموسيقى بحر الموسيقى بحر دكتره فيها دكتره أكيد. يعني ابدا من دو ري مي فا صول لا سي دو، يعني من الدو للدو نقول. وكل المقامات كلها عندي الحمد لله ما شاء الله، درجات كلها عندي باجتهادي الحمد لله، فضل ربي اجتهادي يعطيك الصحه. الحمد لله. وجبت نزعين في المطار، تصورنا خفيه من مصر يا استاذ محمد علينا. من مصر جبت انا ما يصنع فيه. والله كان في دارنا فتره هكي بعدين خفا ما عادش في بكر. خفيه من مصر. خفيه من مصر. نعم ربي خفيه من 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 الشايب كبير. انا من كثر ما قعدت ناخذ منه في الزمامير قعدت كل شهر لا وشهر ناخذ منه، من كثر ما اخذ منه قال لي يا عم صالح، قلت له يا عم مقدوره اسمك مقدوره، قال لي انت بتاكل في القصبه ولا ايه؟ قال الله صلي عني بالخدمه كويس. قلت ناخذ ربي يعطيك الصحه. بين سمعنا انت الفرقه اليوم او تو؟ نعم نسمع ما عندكش مشكله. نسمع ان شاء الله. هي نسمع تقسيماتك حلوه من عائله المزمار جو بنغازي. نعم. وبعدين نخشوا باللقاء، طبعا اللقاء يكون خفيف شويه شباب. هاي نسمع. Thank you.
عنه. ربي يحفظكم والله. الله يسلمك. وين تريع في الزمارة ولا في الزكرة؟ ولا وين تعيش أكثر؟ هذا سؤال محرج بصراحة. وين لا زعل هذا لا زعل هذا لا زعل هذا الاثنين رف الاثنين رف كثير ما شاء الله. لكن لا الأكثرية الزمارة بصراحة. الزمارة سكرة نحبها نحبها لكن الزمارة. الزمارة هي اللي تلقى فيها ال هي نحس أيوة نحس بها الزمارة دي بنحات تعتها لما نزمر بها نحس بها ما شاء الله. فهمتني؟ ربي صحة اليوم. في أصدقاء لك بعثوا لنا رسائل اليوم من أصدقاء من فنانين معروفين وحتى رفيق ما شاء الله عليه رفيق عنده حبابة وزين رفيق جاتك رسالة قال من نريد ربي يحفظك أخوي صالح المشاي وعازف المزمار الأول ورفيق بن حريز عازف الدف الموهوب أخوكم زكريا المغربي قال لكم منورين ربي يحفظك ما شاء الله زكريا زكريا صديقك ما شاء الله عليه رفيقنا وزكريا فنان هاتوا ما شاء الله عليه وربي يحفظك عازف آلة الأورج طبعا ما شاء الله هي لك زكريا ما راح يكون معنا ضيف دولك لا يرحمها خطر على يرحمها ويرحمها بروحها موضوع موضوع شعرنا يرحمها والله عندي ما له وجه درا ربي يا ربي يعطيه صحة قال لك طالع الخالك يا رفيق شو قصة خالك بعطيه المايك نازل معاك يا رفيق وين المايك تعرفي شو قصة خالك قصدي قصة هي نعرف أنا القصة دي هو مش هيحكيها مش هيحكيها عارف لا يا سيدي لحظة معلش منك معلش قصة خالة طبعا الأستاذ ربي طوف عمره رأس العوض وحش خل رفيق لا تحية قدمه من الناس اللي قدم الفن الشعبي القديم بداية مع عبد الجليل ومع الهويكة دقلولي دقلولي نعم فكل ما نشوف كنا في حفلة مع بعضنا كنا من طرف الاندروفين الطرائف الاندروفين وضحك ولعب يا مشاي خير يا فلان خير يا أحمد خير يا في حفلة جي أحمد رفيق ما يعرفوش مرات في حفلة جي يصدف إنه ما يعرفوش لا في صدفة يعني مش ديما يعني فنقول قال له خير يا أستاذ شخبارك طيري نا خلي عوض وحش ركز معي يطيري نا عوض وحش أكثر من كم مرة تمت لك قصة كل ما جو في حفلة جي خش واحد جي دعينا يسلم عينه يقول فلان 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 خال عوض وحش بيك ويف إن خالك فلان مشهور قاعد ماشي معه لكن تو لم صلي عنب يعني رفيق تم له اسم لا كيف الحمد لله رب ان شاء الله يزيد صيتك يا رب جاك ايضا مسج قال لك العام انتم بخير من اخوكم حسان سليم اللي فقد زكت بنغازي ربي يحفظكم قال وربي يرعاكم منورين الحفله وزميلنا الراقي جدا فنان الشعبي بشير مسلاتي يحييكم قال لكم جديات سهره جميله ومنورين اليوم انا اعطيت تحيه استاذ بشير مسلاتي صراحه فنان نعرفه من انا شفته انا عيل صغير من 89 87 فرح ولد سيدي جايبين بشير مسلاتي كنت نشوف كنت مدقق في ناس بشين بنشوف انا بتشوف 14 سنه ما شاء الله بشين بنشوفه بشير مسلاتي كان ضيف معنا بشير حدا وش جديد شخصيات الراقيه جدا بشير اخر ثاني كان جاتكم من الفنانه زوبا قالت هنيكم صالح مشاي الرائع دي متالقين وتحيه لكم جميعا ما شاء الله الفنانه زوبا هذه حدوثه بروحها نعم مشهوره طبعا هي فرقه نسبه بنغازي طبعا انا اعزف معها الفنان زوبا طبعا مسميها زوبا المحبوبه سماها الجمهور ما سماش روحها هي بروحها اكيد الناس يحبوها ايوه بالضبط محبه الناس سموها زوبا المحبوبه تو اكثريه الناس على الفيس يقول لك زوبا المحبوبه كده فسموها الجمهور الناس ربي يحفظ خلقه فيها ان شاء الله فنخدموا مع بعضنا وكان معنا احمد خالد الاستاذ احمد خليل وعطيه الفرجاني الاذاعه وتو حاليا معنا الفنان عمرو الرملي ما شاء الله طبعا عبد الله مزمار والفنانه بصراحه ما شاء الله يعني ذواقه ومؤدبه يعني بشكل غريب بكر مع الناس يعني كل ما اطلع من فرح انا يكلمني صاحب المناسبه يقول لي انا بصراحه هذه دولي قالوا لي يعني احترام وقدر فان شاء الله الفن ذوق حلو ذوق واخلاق ايوه وحلو الواحد يسيب صيت حلو صح يعني الواحد هو شنو انت حب الناس لك هذا هو اللي بي انت بتعيش به نعم. بس عيش بين الناس شايف روحك او اعطيها روحك ما احنا نقوله بالعامي او ما حد يحبك وحالناس كلها حتجي بعيد عنك وانت شغلك لازم الناس يحبوك وانت في شغلك محبوب الله مصلي الحمد لله يا صغير كل محمد شركس محمد شركس لما رجيت لقيت معك في مطعم وانت لقيني في مطعم تذكرت طالع وانا خارج مطعم جيت للسياره طلعت قبلك انا فقلت محمد شركس سلم علي اسمه الاول وبابا وين محمد شركس وين محمد شركس يبي يشوفوك ما هي حب الناس راح حب الناس راهي واعره سمحه وصعبه انك كيف تحافظ عليها ورب ان شاء الله يحبب خلقه فينا وفيكم يوم ان شاء الله نشرب بعضنا فاصل بسيط ونعاود نشوف الكرام شوفوا سؤال حلقتنا اليوم وشنو السؤال وشنو هن هدايانا في هالفقره خليكم معنا على السريع ونعاود مرة
شاهدنا معظم الشهداء الكرام. سؤال حلقتنا اليوم اكيد وهدايا المقدمه في حلقتنا كل يوم من ايامنا حينزل سؤالنا على صحفه قناه ليبيا الحدث. حاب ننوه للجميع بانها يفطنوا ان في اكثر من صفحه مزوره باسم قناه ليبيا الحدث، لكن صفحتنا الرسميه اكيد هي اللي حتلاقوا فيها سؤال حلقتنا اليوم. وهدايا اللي كمان شفتوها في كل حلقه من حلقاتنا باذن الله تعالى بعد كبيره النص حنعلن عن اسماء الفائزين، كل يوم حنعلن عن اسماء الفائزين طيله الحلقات اللي فاتت باذن الله تعالى. وتو لنا عوده من جديد قبل ختام اكيد او ما زلنا ما زال عندنا وقت شوي احنا الحمد لله، هو الوقت السمح يمشي بسرعه بسرعه. والاجواء اجواء ربي يطول في عمرك ان شاء الله، واكيد حيكون عندنا لقاء ايضا في العيد ان شاء الله في حفل العيد ان شاء الله حنديروا بعضنا حفله باذن الله تعالى. تو حنسمع بعضنا وسط الذكرى ولا؟ حنسمع الذكرى تو بس عند الشباب يجهزوا الاتهم ويسخنوا اجواءهم. فصالح من اليوم اللي تشكره انه هو يعني كان له فضل بعد الله عز وجل اللي انتم فيه اليوم؟ لا نحكي من اللي تقول له شكرا انه هو فزع معك وكان لك سند وعون. والله انا خايف نزعل الناس واجده مني والله بصراحه، ناس واجده يعني اقرب حد لك بتاع اللي انت تقول بعد الله هذا هو اللي دار لي صعب سؤال هذا والله صعب، لكن انا احب اشكر عصام النشاي هذا اللي ماسك الصفحه في الفيس سواء صفحه الذكرى او صفحه الفرقه بتاعتنا. فعصام كان يعني من في توظيف المقاطع وكذا يعني في الفيس كان دير شغل صراحه لا قوه الا بالله يعني اكثر من فنان، وفنان دعوه كلموه كذا، فمنه مش مثلا انه هو بخل عليهم ولا حاجه، لا هو منسجم معنا نحن متريح معنا نحن ويحب يخدم معنا نحن، عرفت عصام مشي وتو حاليا قاعد تو يتفرج معنا كذا قاعد يتفرج في حلقه مباشره دير بث مباشر حاليا وقال لي بندير بث مباشر نبوه معنا شويه شيء نذكره تو صالح هو نحن نقول نص الشغل دعايه صح ولا يعني دور كبير عصام المشايب اشهار فرقه نسبه بنغازي وذكره بنغازي بدات على التواصل تو التواصل على الفيسبوك وعلى تويتر مش مغيب جهد فهمت ما شاء الله وربي يحفظ وربي يطول في عمره ان شاء الله اللهم امين ورب ان شاء الله طيبين ان شاء الله باذن الله تعالى. نسمع شباب نسمع ان شاء الله قول يلا We'll be right back.
شركز دي مغالي رب يعطيكم الصحة شباب وإن شاء الله ديما غاليين عند الناس كلهم يا رب وربي كم اللي قدركم ومشكورين جدا على تبيتكم الدعوة وشرفتونا اليوم في صالتنا طول عمركم نحب نهني بس أنا تفضل نحب نهني الوارد وقت قاعة العمرة إن شاء الله روح طيب اللهم إن شاء الله عمرة مقبولة اللهم إن يا رب يا رب إن شاء الله ربي يعدنا بها كلنا الوارد هو أهم حاجة ربي يطول لك في عمرة يطول لك في عمرة إن شاء الله الوالدة حتى الوالدة إن شاء الله ربي يشفيها اللهم أمين يا رب تحسس شوية ما شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله تو الحاج غادي يدعي لها والله قلنا لها الحاج الحاج اخذ وليه الثانيه ماشي بيها هاي قاعد تو ينفع يرن عليه يقول لي بغيت يذكر امي قال بس ما ينساش قال هي ماي طبعا والدها طبعا تعبانه شويه ربي يطول في عمرها ان شاء الله يا رب مشى وليه الثانيه مرات باتي طبعا في مثابه امي يعني ربي يحفظها لك وان شاء الله روح طيبين يا رب اللهم امين ان شاء الله ربي يعطيها الصحه ويطولكم في عمرها يروح لك طيب ان شاء الله ان شاء الله ومشكورين من جديد وربي يغيبكم كلكم شباب ونورتوني اليوم في صالتنا وجديات سعيد اليوم بوجودي معكم ربي يحفظكم ان شاء الله سلمك معنا مشاهدينا الكرام معنا بكره باذن الله تعالى في سهرتنا وكيف تعودنا كل يوم قبل ما نوصل ختامنا شكرا لكل فريق العمل المصاحب معايا في الاستوديو خارج الاستوديو اكيد احلى تحيه لصاحب الكاميرا الشقيه حمادي زوبي اللي منورني اليوم داخل الاستوديو تحيه لمخرجنا محمود جوده ومهندس الاضاءة احمد الفرجاني مهندس الصوت عبد الله المسماري ومن الام سي ار اليوم على قمر ولا هشام هاشم تحيه اخوي هاشم تحيه لمعد برنامجنا علي رمضان ومعد الفقره الفنيه اكيد الحومه العريبي الحومه بجديات لاهي منك شكر وتقدير على توفير جميع سبل الراحه في برنامج سهرتنا ميعادنا بكره مباراه دي بيلعب فيها قصير والله ما عقب جهد والله شعرنا ما شعر بصراحه نحب نشكرنا من قلبي بصراحه من غير اي حاجه والله ربي يحفظك يعني يسمح فيك ويحق فيك ان شاء الله في رمضان نديروا اشتراك ونلعبوا كوره معاش دورنا بك ولاي بصهرتنا هو قال لي لاي بالصهرة ولكن إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله قلنا خطر المكارين في الليل بس تفضل كليمك عندي صديقي وأنا جاي هنا اسمه أسامة ملقب أسامة الدقلاش لعيب كورة هو لعيب جديد مفت قال لي تماشي قناة الحدث اللي بتصور اليوم وفرقة قلت لها قال لي كيف تبي تدوي قلت له كيف نبي ندوي يعني ندوي هذا زتنا هذا زتنا العادية قال لي أنا نبي نشوفك بس ما هو صاحبه دي ما دي مشفط عليه وانت اليوم هدراز أقول له أقول له راني هدراز أنا قاعد نهدرز له الوجه له في أبحت الكاميرا يقول لي أسامة صاحبي ورفيقي هو ربي يحفظ لك إن شاء الله ربي يعافيكم ان شاء الله. اليوم ضيوفنا فقره بنغازي وبكره ضيوفنا من المرج. حيكون بكره ضيوفنا باذن الله تعالى الفنان الشعبي عمر الدوكالي والفنان الشعبي ايضا مفتاح عمران من مدينه المرج. تحيه لهم ان شاء الله. بكره ميعادنا في المباشر من الساعه 1 للساعه 2 في الليل والاعاده باذن الله تعالى الساعه 1 الظهر لعند الساعه 2. في الختام شكرا لمحل شاهين للصالونات، شكرا لحلواني لارين في منطقه الليثي شارع الحجاز، وشكرا لالوان الالوان للظهور في منطقه الفهد. هذه كده بقطوات بسيطه شباب من ماشتا الوان لفرقه ذكر بنغازي منورين ان شاء الله. ميعادنا بكره في سهرتنا، كنتم في رعايه الله شكرا صحيحكم والسلام عليكم. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ انتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. جيناكم جبنا سهرتنا كل مرة فيها فنان، والأحلى تبقى لمتنا، والبسمة دوم رسالتنا، في سهرتنا في رمضان تفرح دولتنا غايتنا، والكل في سهرة فرحان.